السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في برنامج مهمات خاصة. الحلقة النهاردة حلقة مختلفة جدا وحلقة من العيال الثقيل، وزي ما احنا قلنا على الفيس وقلنا على تويتر وقلنا على التواصل للبرنامج، قلنا الحلقة دي مختلفة اختلاف كامل. تعالوا معايا كده نبدأ حلقتنا. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن مشكلة بتواجه كل البيوت المصرية. طب ايه المشكلة يا متولي اللي بتواجه البيوت المصرية، وايه اللي احنا بنمر فيه بمشاكلنا؟ الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والواتس، كل الحاجات دي بتجيب لنا مشاكل. ازاي بتجيب مشاكل؟ وضح لي اكتر. هوضح لك. مش بتشوفوا كلمة شير؟ شير في الخير، شير في الخير، شير في الخير. ما بقاش شير في الخير، اصبحنا دلوقتي بقى شير في الخراب، شير في النصايب، شير في الفضايح، شير في الكوارث. حضرتك وحضرتك اكيد شايفيننا وسامعيننا. بلاش تعملوا شير لاي محتوى، مش اي محتوى. وانت بتقلب كده الفيس، يعني ماسك موبايلك كده وبتقلب في الفيس، حد قال لك اعمل شير؟ ما تعملش، عشان انت بترمي الناس بالباطل، بترميهم بالباطل. انا واحد من الناس عملت شير بالغلط، وزعلت قوي اللي انا عملت شير بالغلط، ورجعت قلت طب ازاي اعمل شير واذي حد كده؟ حرام. فعلا الفيسبوك كان الاول تواصل اجتماعي حب وكومنتات جميله، اصبح دلوقتي الفيس بقى حرب عصابات، اصبح دلوقتي تويتر بقى كله خناقات، اصبح اليوتيوب بقى اي حد يحط محتوى. كارثه، كارثه حقيقيه. النهارده هيبقى معانا اسد المحاماه، هيبقى معانا اسد الحق، هيبقى معانا المستشار احمد حمزه. المستشار احمد حمزه من الناس الجمال قوي، من الناس اللي عندهم اصرار وتحدي على اي صعوبات، ما بيتهزش، راجل بمعنى الكلمه. انا واحد من الناس، هبدا لكم القصه، لقيت فيديو لمين؟ لاحمد حمزه. عملت له شير، وجيت وقفت مع ايه؟ مع الفيديو، وقلت ده غلط. اما رجعت نفسي وقلت اتاكد من صحه الفيديوهات اللي هو محطوطه له، طلعت كلها مفبركه، طلعت كلها قص ولزق، قص ولزق، قص ولزق. فبركوا وكانوا ممكن يدمروا مستقبله، بس عشان الراجل ثابت على ارض صلبه ويا جبل ما يهدك ريح، وقف وعافر. بجد انا يعني شايف اصرار وشموخ منه، وبجد انا يعني عايز اقول لكم، انا كان اسمي متولي سعيد الاعلامي او مقدم برنامج مهمات خاصه كان بالقلم الرصاص، بس النهارده في الحلقه دي بالذات انا النهارده بسجل اسمي متولي سعيد بالقلم الحبر. بجد انا بقالي سنه ونص كان نفسي اطلع معاه، وفعلا ربنا كرمني وطلع النهارده الحلقه مع المستشار القانوني المستشار احمد حمزه. زعلت قوي الناس اللي هاجمته، وزعلت قوي اللي قاعدين كده، يعني انا اسف يا جماعه، قاعدين على السراير كده وقاعدين يكتبوا ايه؟ كومنتات، يحطوا فيديوهات مفبركه، يعملوا صفحه باسم الجوكر، يعملوا صفحه كذا، وهجوم هجوم هجوم. احنا لازم نقنن الموضوع ده، لازم يبقى في رقابه اكتر من كده. وبقول للساده المستمعين ومشاهدينا، خلي بالكم يا جماعه، انت ممكن بالشير اللي انت بتعمله، تكه الزرار اللي انت بتعملها دي، ممكن تخرب بيوت ناس كتير. انا عارف ناس اتطلقت بسبب الشير، بسبب انت شيرت كذا، انت عملت كذا. بجد الواحد فعلا حزين قوي على اللي بيحصل في التواصل الاجتماعي وبيحصل على الفيس وتويتر، بجد كارثه حقيقيه. النهارده هيبقى معانا المستشار القانوني احمد حمزه، والنهارده انا مبسوط قوي، وبجد مبسوط جدا 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 ان هو هيبقى معانا بعد قليل، وهيبقى معانا المستشار احمد حمزه. هنتكلم معاه بقى على كل التفاصيل للانترنت، وايه الصعوبات اللي قابلها، وايه المشاكل اللي حصلت معاه،
بعد قليل هيبقى معانا المستشار احمد حمزه. في مفاجآت كتير قوي 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 فوق ما انتم متخيلينها، وفي حاجات كتير قوي هنستفاد منه، وهيبقى معانا برضو محامين هنبدأ نتكلم بالناحيه القانونيه اللي انت ازاي تجيب حقك كمواطن لو حد شهر بيك. تمام، استنونا بعد الفاصل، معانا ومعاكم المستشار احمد حمزه، انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، معانا المستشار القانوني احمد بيه حمزه. بجد مبسوط قوي 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 للحلقه دي، بجد صدقوني حلقه من العيار الثقيل، وحلقه ناريه، وحلقه بجد من اجمل الحلقات اللي انا عملتها في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. اهلا بيك سياده المستشار. اهلا بيك يا استاذ متولي، وانا سعيد ان انا معاك. وطبعا يعني انا شايف اتجاهاتك، وان انت بتحاول برضه تاخد اتجاه الحق، وان انت تنصر المظلومين، وشفت طبعا الحملات اللي انت بتعملها بتاعت اشفي مدمن والحاجات دي. انا بصراحه متابعك من زمان، وشفت برضه ان انت تعرضت لكذا كذا. انا اولا بعتذر لك على الهواء مباشره، وبقول لك انا اسف وحقك عليا لو انا عملت شير لاي حاجه، بس والله العظيم انا فعلا اما شفت اللي في ناس بتعمل شير وناس كده حاجات مستخبيه كده غريبه، فعلا انا فعلا زعلت قوي، زعلت وصممت ان نطلع ونقول يا جماعه مش هينفع اي حد. اعتذارك حقيقي مقبول. انا طبعا انا عارف اي حد اصلا كان بيشوف الحاجه دي تلقائيا ان هو بيعمل شير. يمكن انا حتى بسبب الموضوع ده انا كنت بطالب بتغليظ العقوبات اللي هي بتتم عشان خاطر اللي بيعملوا شير من غير ما يتاكدوا من المصدر، وزي ما غرفه العمليات اللي بتاعت الشائعات اللي اتعملت في رئاسه مجلس الوزراء بالرد على الشائعات اللي كانت بتحصل، وزي ما كان في المؤتمر بتاع الرئيس اخر مؤتمر اللي هو بتاع العربيه اللي هو قال لهم اعملوا دايما حاجات توريهم ان ازاي الحاجات دي بتتفبرك، والحاجات دي ازاي اشاعات، ومدى خطورتها على مصر، ومدى خطورتها على الامن القومي والامن الوطني. فطبعا احنا كنا من هذا المنطلق بنحاول ان احنا نبين للناس ان الكلام ده بيتعمل، وايه بيبقى ايه الغرض منه، وده طبعا هنبينه مع سعادتك في الحلقه ان شاء الله. عايزين نعرف الفيديوهات دي اتفبركت ازاي، وطبعا ده حصر للبرنامج مهمات خاصه، وايه اللعبه اللي بتحصل، وايه الكوارث اللي بتحصل دي، وايه المشاكل اللي بتحصل لحضرتك. وانا اتمنى من كل الشعب المصري يعني يبقى على قلب رجل واحد، ومش كل الناس تعمل شير. ايه اللي حصل؟ والله انا الفتره الاخيره طبعا انا بتولى قضيه من القضايا المهمه جدا اللي بتهم تقريبا كل ستات مصر، وهي قضيه الميراث، اللي احنا طبعا عارفين مدى حجم المعاناه، وعارفين ان في افكار في بعض القرى يعني بيعتقدوا ان الست لا تورث، وطبعا ده مخالف للشرع والقانون. وطبعا في ناس بتطلع المفروض ان هو محسوبين ان هم اعلاميين بيطالبوا بتعطيل ايات في القران وتغيير مواد المواريث بعرضها على مجلس الشعب واقرارها. وطبعا ده عندنا في القانون اسمه ازدراء اديان وتعطيل ايات قران، ده ليه احكام قضائيه. والفتره اللي فاتت طبعا انا كنت ماشي في القضيه، ما فيش اي مشكله عندي في تفاوضات. الموكله بتاعتي الدكتوره سلوى التوخي ليها نصيب شرعي يتمثل في حوالي 34.14% من اجمالي تركه المرحومه الدكتوره سعاد كفافي رحمه الله عليها، وذلك يتمثل بقى في عندك جامعه مصر، وفي المستشفى بتاع سعاد كفافي، وفي والارض الاكستنشن اللي قدام العشرين فدان، وبعض العقارات والاصول. الاموال السائله طبعا اللي كانت في البنوك دي بتطلع على طول بمجرد اعلام الرسمي، ما بيطلع حد بيروح البنك بياخد نصيبه. تمام. لكن الاصول اللي هي بتفضل فيها المشاكل، يعني انا لحد اللحظه اللي انا قاعد معاك فيها الممتلكات اللي هي باسم الدكتوره سعاد اللي هي ليها ورثه فيها لغايه دلوقتي باسمها. يعني انا بقعد في بيتي تمام باسم والدتي واختي شريكه فيه. تمام. اخويا قاعد في بيت او برضه نفس القصه انا شريك فيه، يعني حتى الفرز والتجنيب او الاتفاق الرضائي بان هو نعمل قسمه رضائيه، حتى ده لحد النهارده ما حصلش. تمام. طبعا حصل يعني ان في بقى لها باع الدكتوره سلوى بتطالب بحقها، يمكن بقى لها دلوقتي 15 سنه لجأت للقضاء منذ حوالي 10 سنوات. تمام. نحن نعلم جيدا احنا ثقتنا طبعا يعني ما فيش لحظه ان احنا بنقلق من ان القضاء هيديني حقنا او الكلام ده، لكن احنا عندنا اجراءات قانونيه يعني بنعذر فيها القاضي. القاضي مش هيقدر يحكم غير لما نعرض على خبير هو اللي هينزل وهيقيم وهيعمل الكلام ده. طب ما هو الخبير ده بيتعين برضه على التقرير بتاعه، فبيرجع خبره تاني. تمام. واحنا عندنا كم قضايا كبير جدا فبياخد وقت. دخلنا في القضيه وقفنا زي الاسود وكملنا وقلنا يا جبل ما يهدك ريح، فجاه لقينا شويه ذباب اتلم وحب يضايق حضرتك. ضايقك ازاي؟ بدايه اول بدايه ضغطه ليا انا مسميهم ذباب.
احنا عايزين نحكي بقى. بص انا بصراحه انا ما كنتش انا قعدت انا عامل برنامج على قناه الحدث اسمه عمرك يهمنا، تمام، 48 حلقه على الهواء، تمام، ما جبتش سيره القضيه دي ولا من بعيد ولا من قريب، تمام، ومع ذلك دي برضو دي قصه حربوني برضو وحاولوا يوقفوني وعملوا قصص كده غريبه. حمله تشويش. بدايه اول قصه ليهم بعتوا حد عشان يشتريني، تعالى واقعد بس ومع حد مستشار حسن شند الله يرحمه، الله يرحمه، وتعالى اقعد معاه بس ونظبط الدنيا وسيبك من الكلام ده واللي انت عايزه، بس ابعد عن القضيه دي والموضوع ومشاكل دي، اخوات وهيتصالحوا في الاخر. قلت لهم طبعا انا ما عنديش مشكله، انا بس اقعد مع خالد اخوها، تمام، هو ده اللي في ايده الحل، تمام، لكن انا اقعد مع حد عايز يشتريني او الكلام ده طبعا ده مرفوض، تمام، ما ينفعش معاهم القصه دي. راحوا بعت لي ناس جردات بيهددوني طبعا في المكتب، تمام، والكلام ده متصور صوت وصوره عندي، تمام، برضو ما ينفعش الكلام ده، وفكينا الاشتباك ده خلاص، الناس عرفت ان مش هينفع وان هيبقى في اجراءات قانونيه جامده جدا لو فكروا، تمام، يتخذوا هذا الاجراء، تمام. وقد كان من ساعتها الحمد لله ما فيش اي حد اتعرض للحته دي. بدات بعدها احنا شغالين مع المحاميه بتاعته اثناء المفاوضات والتقييم، في مقيم بيقيم الجامعه وبيقيم الاصول عشان نعرف حقها كام، هي كانت عامله تقييم وهو كان بيعمل تقييم، وبالفعل اثناء المفاوضات دي فوجئنا ايه ان كل ده انقطع. طب في ايه؟ ازاي يعني؟ احنا خلاص في المراحل النهائيه اللي هو المقيم هيحط التقرير بتاعه، هيعتمد من الجامعه، هيتم ان نحدد ميعاد نقعد فيها عشان نصفي الحقوق، تمام. لقينا كل ده اختفى واتبخر في الهواء، تمام. وفوجئت بقى بالفيديوهات اللي انتشرت دي. طبعا انا جالي انا وائل انور ده كنت فاكره صحفي طبعا، ما اعرفش ان هو دبلوم صنايع، قال ان هو عايز يعمل معايا زي ما زي كل قضيه، هو جالي في قضيه ريهام سعيد، وجالي في قضيه منى عراقي، وجالي في قضيه الاب اللي اغتصب بنته، وجالي في قضيه الاب اللي قتل بنته، وجالي في القضيه بتاعت زين اللي هو طبعا معروف برضه، الله يرحمه، شهيد صفه اللبن طبعا، وجاب لي ناس صورت معايا، جاب لي مذيعين وعمل معايا لقاءات كتير، فانا عارفه بقالي فتره يعني، تمام. وفوجئت ان هو بيقول لي في واحد معايا اسمه احمد المغرب اللي عامل برنامج انا شغال معاه دلوقتي. مش ده تقريبا مسعف؟ ما هو ده اللي انا ما كنتش اعرفه. انا ده مسعف. يعني انا خدت الثقه، انت حضرتك جاي معايا النهارده مع حد انا باثق فيه، انا ما اعرفكش، تمام، بس اوتوماتيك ان انت جاي مع حد انا باثق فيه. هو المهنه بتاعته تقريبا مسعف، مظبوط؟ لا، سواق اسعاف. سواق اسعاف. وزور كمان مهنته ده لسه اللي احنا جايين فيه، خلاها اخصائي اسعاف يعني او حاجه كده يعني، حتى التايتل اللي عمله مش موجود اصلا في هيئه الاسعاف المصريه، تمام، ده لسه ده موضوع كبير. فوجئت بقى ان ايه، في فيديوهات بدات بعدها بحوالي 15 يوم او 20 يوم، ناس بتكلمني في فيديوهات ليك اتصور انت والدكتوره، طيب تحب نجيبها لك، طب بس نتكلم نتفق، احنا ضغط عليك عشان تنزل على القضيه. لا لسه ما كل ده مش ظاهر طبعا، انا ولا مصدق ومكذب طبعا الكلام ده، ومين اللي هيصورني؟ مفيش غير وائل انور واحمد المغرب اللي هم اللي طلبوا يقابلوا الدكتوره عشان يفهموا منها شويه تفاصيل، تمام وبناء عليه يعمل البرنامج. وبعد فعلا مقابله الدكتوره وبعد القعده معايا، رحنا قعدنا في كافيه تبعهم، قال لك ده بيهددونا بخطف عيالنا، احمد المغرب اللي بيقول لي بيهددونا بخطف عيالنا لو عملنا البرنامج ده، وهيقتلونا وخدوا سرقوا كل الداتا اللي على الموبايل بتاعي، ولقيت رساله تهديد مبعوثه والكلام ده كله. طبعا خرجنا عن شعوري وحرك فيا مشاعر الابوه، يعني ايه اخطفوا عيالنا، تمام. فوجئت طبعا الفيديوهات بقى نزلت بقى في مره واحده، قنوات على اليوتيوب وصفحات على الفيسبوك، تمام، كلها فضايح احمد حمزه البحقير المحامي، وكلها بقى حاجه يعني انا مش مستوعب. طيب انا عمال اتفرج على نفسي مش مصدقني. حاتم الشهر، معلش احنا ممكن ما نجيبش اسامي حد عشان بس يعني عشان يعني هم في الكنترول، ما نجيبش اسامي حد، معلش احنا ما قلناش اسامي حد. طيب الفيديوهات دي انا متاكد 100% اتفبركت. ازاي؟ بيبقى قص ولزق، قص ولزق، قص ولزق، وفي الاخر خالص يتضح الامر اللي الفيديو تتبص عليه تلاقيه فيديو قص ولزق. طب انت ايه اللي عرفك ان هو قص ولزق؟ انا شايف، انا اتفرجت على الفيديو لقيته فعلا متفبرك، والله متفبرك. طيب. اصل ما ينفعش اقول مثلا ايه، انا بعمل كذا وفجاه احط جمله مع جمله مع جمله، الكلام ما فيهوش نصاق، ما فيهوش ترتيب، مش مترتب، ما هو يعني هو متفبرك. يعني ولا حضرتك فني ولا انا فني، وقلنا ان الفيديو متفبرك والله، وكل بيشوفه بيقول متفبرك متركب، مش كده يعني؟ هو على الموبايل هنا حضرتك كده ممكن اخش، تمام، واحمل مثلا قص من هنا واحط دي واحط دي واحط دي واحط دي، يعني مثلا على سبيل المثال انا ممكن حضرتك واحنا بندردش مع بعض اقول لحضرتك ايه، مثلا ايه، انت مثلا تسالني متولي لو حد دخل البيت عندك، تمام، ورفع عليك مثلا حاجه وبيهددك هتعمل ايه؟ وربنا ما هسيبه، ده انا هقتله، ده انا هدافع عن بيتي. ازاي انا اسيب بيتي؟ انا ما اسيبش. شوف بقى ممكن ياخدوني الحته دي بقى. ايوه، ما هو بيقول لك خطف اولاد وخطف عيال وقتل والكلام ده كله، قضيه ايه اللي هيتخطف لي عيالي عشان انا بطالب بحق موكله؟ تقريبا معانا مداخله، معانا استاذ نبيل عبد السلام.
نقيب يا فندم. محامي اسماعيلية. نقيب محامين اسماعيلية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معاك سيادة المستشار، اتفضل. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. ازيك يا معالي النقيب؟ أهلا أهلا أحمد بيك بحضرتك. ازاي معاليك؟ الله يخليك، ربنا يعزك. ربنا يبارك سعادتك. عايزين نسأل حضرتك في الناس اللي بتعمل شير ويعني وحاطين على الفيسبوك أي حاجة، والجروبات السرية والتشهير بالناس، عقوبتها ايه في القانون؟ وفي نفس الوقت اي حد بيعمل فيديوهات ويركب ده على ده وفي الاخر نشهر بناس وندمر بيوت كتير، وضعنا ايه بقى قانونا؟ هو طبعا انا يعني واضح انه الحديث بتاعكم عن جرائم الميديا الجديده والحديثه اللي احنا بنحول فيها كل حاجه جيده الى حاجه رديئه وامر سيء جدا. ما يحدث على هذه الصفحات جريمة أخلاقية وجريمة جنائية. جريمة أخلاقية لأنك بتسجل لحد دون أن يكون لديه علم أنك أنت بتقوم بالتسجيل ليه في أمر يتعلق بمسألة مرتبطة بجريمة. المسألة الثانية أنه جريمة جنائية لأنه الشخص كده بيعرض نفسه للمساءلة القانونية. واضح أن المسألة دي بقت متفشية إلى حد كبير وضاره بالمجتمع، وانا في اعتقادي ان المشرع حتى في العقاب فيها ربما يتجه الى تغليظ العقاب والى المزيد من العقوبات السالبه للحريه والعقوبات اللي بتشكل غرامات ماليه لمن يرتكب ويثبت في حقه مثل هذه الجرائم. فالمساله دي يعني اعتقد انه يجب مواجهتها، ومواجهتها بمنتهى القوة والحسم لأنها ضارة للمجتمع كله. تحب تسأله إيه؟ طبعا معالي النقيب حاضر معايا الموضوع كله على علم بالقضية اللي أنا متابعها وجالي حتى ساعة ما كنت بسأل على سبيل الاستدلال. تمام. في نيابة أكتوبر إن هم طبعا استغلوا الفيديو ده ووجهوا لي اتهام إن أنا تحريض على القتل والخطف وكلام كده غريب كده عجيب. تمام. فكنت حابب اسال راي بقى النقيب ايه في هذا الكلام. ايه راي حضرتك في التشهير اللي اتعمل للمستشار احمد حمزه، وايه راي حضرتك في الفيديوهات دي؟ الفيديوهات دي حضرتك اكيد متفبركه. واضح 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 جدا ان خصوم الاستاذ حمزه لديهم انحراف في طريقه الخصومه. المفروض الخصومه دي خصومه قضائيه تتعلق باثبات حق احد الورثه في امر مرتبط ب ب ب بميراث. المسألة على الصورة دي المفروض تظل داخل أروقة المحكمة، ما ينفعش تخرج بره المحكمة في التعارض للأستاذ أحمد حمزة، لا فيما يتعلق لا بأسرته ولا حتى بالتهديد اللي ممكن يتعرض. المسألة دي القانون بيسجل بشكل مطلق يعني مواجهة ليها. مع المستشار هم كانوا عايزين يضغطوا، معلش أنا آسف، هم كانوا عايزين يضغطوا عليه عشان يتنازل عن القضية؟ انا حاسس بكده، انا حاسس اللي هو بيحاولوا يضغطوا مره واثنين وثلاثه وبيعملوا حاجات غريبه بحيث اللي هو يتنازل ويتراجع، بس هو ما شاء الله اسد فعلا واسد الحق، ما رضيش يتنازل. بدل ما يتناضلوا معاك امام القاضي في اثبات او نفي حقوق مرتبطه بالموكل بتاع الاستاذ احمد الحقيقه، بداوا ياخدوا الخصومه في مربع الخصومة الشخصية مع الأستاذ أحمد. ودي مسألة بتدل على ضعف موقف الطرف الثاني. لو هو موقفه القانوني موقف سليم، أنا ما أعتقدش إنه كان لجأ لهذا الأسلوب الرخيص فيما يتعلق بالتعامل مع الأستاذ أحمد والتشهير به. لأن هو المفروض مشغول بإثبات حق ليه إذا كان عنده حق. إنما أن يمارس الخصومة على هذه الصورة فده بيديني أنا شخصياً انطباع، لأن أنا كنت قريب جداً من الأستاذ أحمد في هذا المشهد، انه الطرف الثاني يعني ليس معه الحق، لانه هو لو كان في المشهد اللي فيه هذه الخصومه يمارس العمل القانوني فقط كان بالنسبه لي وبالنسبه له ما كانش يبقى فيه غضاضه، لكن هو انحرف بالخصومه الى مساله شخصيه تتعلق بالاستاذ احمد المحامي الموكل في القضيه المرفوعه من شقيقه الخصم على الصوره اللي بتنظرها المحاكم. الحقيقه ده دلاله على ان احمد بيمارس عمله بامانه، ان هم لو وجدوا وسيله غير مشروعه للتعامل. انا عايز اوضح لحضرتك نقطه مهمه، قضيه زين
الاسد بتاعنا اسد المحاماه تولاها قضيه يعني قواضي كتير جدا شغلت الراي العام ما شاء الله. اسد المحاماه المستشار احمد حمزه تولاها ونجح فيها بالفعل، وهو يعني دي ضريبه النجاح يا سياده المستشار، والله دي ضريبه النجاح. انا شهاده معالي النقيب او شهاده زملائي دي تكفيني، انا ما دام ماشي في الطريق الصح وبطالب بحقوق ده دي مهنتنا ودي رسالتنا اللي احنا مش هينفع يعني اي حد يخلينا نتراجع عنها او يخلينا ما نكملش فيها. فشهاده زي ما شهاده معالي النقيب دي ان انا ماشي في المسار السليم وده بيدل ان ارضاها في موقفي، دي بصراحه شهاده اعتز بيها جدا. فشوف انت حلقتنا جميله قوي، هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم، نطلع فاصل.